مرحبا شباب، وياكم سامر ثامر. فيديو جديد، فيديو ثاني عن ريفيو لكانستر سانسان. الريفيو الثاني اللي طلبوه هواي شباب من عندي على اليوتيوب عن طريق الفيديو الاول بالتعليقات اليوتيوب، كلها طلبت انه بعد فتره سولفنا عن الريفيو الثاني مال كانستر ماتك، لانه هذا اول كانستر يدخل العراق بهذا النوع وبهذا الحجم 3000 لتر لشركه سانسان. فسولفوا لي شنو اللي ريفيو صار، حسولف لكم بالتفاصيل مالته، تابعوا وياي. ورجعت لكم تسمعون الونة، هاي صوت اثنين، صوت الإنارة التشيروز، التشيروز الفي اي في اي دي 2، هذا الونة مال الفان مالتها، والصوت الثاني هو صوت الكانستر. صوت كانستر، كانستر شلون صوته عالي؟ نعم صوته عالي لأنه حصلت بي مشكلة. ورا الاستخدام اللي استخدمته لمدة اعتقد اسبوع واحد صارت عندي مشكلة بسيطة. المشكلة هي اللي صارت الكانستر، لقيته فاصل ما كان مشتغل، كان بس مشتغل ضوء ولكن ما بيدفع ولا سحب. سبب المشكلة كان انه لانه رابط غاز CO2 انا على الحوض، فطافية كهرباء، مشتغلة كهرباء فاصل، ما بي اوتو بامب، ما بي شفاطة تسحب مي مباشر وتشتغل، ففاصل. البشارة اللي انا مصورها لكم وقف بيها مستوى المي، مدارت رطشت حمى مع البلاستيك مالتها. انتظرت فترة شهرين حتى احصل البشارة. البشارة وصلت، محمد كريم جاب لياها كقطعة غيار لهذا الكانستر، فراح املص اعتقد بس هذه اللي ماعت، هاي القطعة اللي ماعت عندي، فراح املص القديمه واشد الجديده على مود يروح الصوت. سبب الصوت هو هذا الحركه اللي صارت بهاي المنطقه، لانه هذه ما عاد، فهاي زادت كميه الحركه بين هذا، فصارت عندي المشكله وهذا الصوت الونة. المشكله الثانيه بهذا الكانستر هي مو مشكله فنيه حصلت وياها شخصيا، هاي مشكله شخصيه صارت. المشكله الثانيه اللي صارت هي مو شخصيه، هي مشكله الكانستر تقريبا السايد افكت مال هذا الديزاين. شوفوا شن هي. التصميم الحديث لهاي الكانسترات، هاي الانواع منهن، يعتمد على مبدئين. المبدا الاول هو مبدا السحب، اللي هو هذه الاوت او اللي يسموها الان، هي الداخل الكانستر، وعندي هذا الاوت. طبعا الاوت بمخرجين مثل ما شرحت المواصفات اللي ذكرتها بالفيديو، بيها كانت مخرجين، مخرج اول ومخرج ثاني. المخرج الثاني من سديته صار عندي تيار قوي داخل الحوض، ومثل ما تشوفون هذا تيار، لانه هو شاهد كانستر ثاني من هناك، فهذا التيار سببه هذا الكانستر. لما سديت الفتحة هذه لقيت بطريقة بسيطة انه اسدها، حطيت قبغ مال وحدة من اسمدة فنسد، فانه هاي ماكو، هاي القطعة وحدها تشتغل فردية الا زوجي، ففصلتها طفيتها وبدت تشتغل هاي الطريقه. فمثل ما تشوفون التيار ممتاز جدا. المشكله الثانيه او المشكله الثالثه بهذا الكانستر هو من انا ما بي، هذا الكانستر طبعا ما بي بامب بداخله. كل الكانسترات القديمه، هسه نشوفكم شكلها، كل الكانسترات القديمه بيها هذاك البامب اللي هو هذا، هذا من نضغطه نطلع الهواء نسحب مي ويدخل الغاز، يدخل المي داخل الكانستر ويشتغل الكانستر. كانسترنا الجديد وهذا الصوت مالته ما بي هاي الميزه. فشنو السبب او شنو يعني، هي ميزه بس شنو الحل مالتها؟ حلها بسيط جدا. اللي سووه بهاي الميزه الجديده انه تفك هذا القبغ منه. اول ما يفصل الكانستر مالتك ما يسحب مي، تفتح هذا القبغ منه وتدير له مي وتغلق فجاه، بحيث يبدي يسحب مي من هذه الدخول للكانستر الان لت، ويدخل المي ويشتغل الكانستر طبيعي. والا اذا فصل وما سحب مي وعفته فتره طويله مثل ما انا صارت، فحصلت عندي هاي المشكله. فهاي المشكله اللي حصلت بالكانستر. المشكله الثانيه اللي انا صارت وياها شخصيا وسببت لي انه، طبعا انا هذه البشاره عالجتها، هاي البشاره عالجتها عن طريق انه سوت لها
بلاستيك دار مدارها تصنيع بلاستيك بهذا القياس بحيث ما قل الصوت. ولكن رجعنا لنفس المشكلة، هذه الساحبة مال المي إذا صعدتها راح الكانستر يبدي بوق هواء، وإذا بدأ بوق هواء ممكن يفصل. يعني إذا سحب كمية هواء عالية هذا الأوتبوت الدخول مال الخروج مال الكانستر مال المي يبدي يفصل، ما يبدي يطلع مي. إذا فصل الكانستر جوا يبدي يدور من غير سحب ودفع وفلترة، وهاي المشكلة الثانية اللي صارت وياي. فاضطريت اللي هو لا والله الثالثة، اضطريت أحط لها فتشي مثل التفلون أو تحطتها أنا التيب صراحة على مود يثبت، وثبتت التيب بداخل القطعة على مود تبقى بمستوى جوا مستوى سطح المي، لأنه أنا عندي مال هذا الكانستر مو يعني هاي تشتغل صاعدة نازلة ما عندي مشكلة بيها، ما تسبب لي مشكلة، لكن هذه سببت لي مشكلة ويا كانستر. فهذه الإفكت الثاني اللي هو كان بي نقطة سيئة. الجوانب الإيجابية هواية بصراحة، كانستر قوي بعد ما قطعت الصوندة مالته وشكلت صوندة الدخول مال الغاز وياها المفروض يضعف هذا الكانستر، ما ضعف عندي لأنه أنا مشغلة على 3000 لتر بالساعة. هذا الكانستر من أقل البي ميزة أنه تتحكم بتقليل الدفع مالته، يشتغل أعتقد 1000 1400 و1000 و2000 و2000 وإلى 3000، يعني بي خطوات بي 6 خطوات يعني 6 لفلات، الليفل الأعلى الليفل السادس اللي هو دا يشتغل هسه قدامكم، كان الليفل الجوا الليفل الأول يشتغل بدفع قليل كانستر صغير عبالك. هاي الميزة حلوة عجبتني، ممكن أنا أتحكم بدفع التيار مال الحوض لأنه هذا التيار القوي يؤثر على إفكت على إجهاد السمك، يسبب له سترس، السمك يبقى بمكان واحد يتعب، أكل ممكن يسبب مشكلة، توزيع الأسمدة ممكن يكون حلو، توزيع الغاز حلو، هاي نقطة كلش مهمة بحيث أنا من أشغل الغاز أول ساعتين أشغله أعلى سرعة وراها أخففه. فهذه الـ يعني الإفكت الحلو اللي بي. الشغلة الأحلى بعد إنه كانستر حجمه ضخم، ميديا يشيل هواية، دائما أحط له ميديا جديدة. المشكلة اللي صارت الأخيرة واللي أعتقد سببها من عندي شخصي، لأنه شفت كل يومية أفتحها وأسدها لأنه كان يفصل عندي بسبب هاي البشارة، الواشر الأورنج الكبير اللي يحمل الغطاء بالقاعدة مالته صار بيليك، قام ينضح عندي مي، وهاي مشكلة كلش ضخمة. ماء الواشر صعب، إنه حتى محمد ما حصل في وقتها قال لي إنه ما طلبته، فاضطريت إنه أنزل للسوق حصل واشر ولقيت بغير شكل لكن يشبهه، ما استخدمته لأنه بديت ما أفتح الكانستر وقطع عندي مي. بالعادة إذا تدورون علي ولا تسألون الشركة يقول لك استخدم أكو مثل دهن أو فد نوع من الزيت ينحط دائما دار الواشر على مود يفرش ويطلع المي اللي يخرج من الكانستر. بصراحة كانستر أعطي تقييم 7/10 إذا شديت هاي البشارة وراح الصوت، فأعطي تقييم أكثر من هالشي. كانستر حلو بسبب لأنه سعره مقارنة بهذا الحجم كلش حلو وكلش رخيص، وكانستر بصراحة يعني كانسترات الصينية بالعادة تكون شوية بها مشاكل إنه ضعيفة التيار، هذا من استخدام بهاي الفترة الطويلة لحد الآن إنتاجه كلش قوي. فأنا يعني قلت لكم كانستر ممتاز، وهذا النوع أنا بصراحة السانسان بصراحة ما أفضله دائما لأنه صوت كانستراتهم عالية، حتى ذاك الكانستر القديم أو الكانسترات الجديدة، هاي جنرال إفكت إنه بها المشكلة سايد إفكت. فلحد هنا هذا الفيديو انتهى، أتمنى إنه حيفيدكم بمعلومات بسيطة إنه تقدرون تختارون تقولون إنه هذا الكانستر بالنسبة لي زين أو لا. بالنسبة للأشخاص اللي يجيبون هاي الكانسترات يعني أسعارها حلوة نازلة بيها في التفاصيل مميزة، أكو في التخفيضات ده تصير بأسعار، يعني ماني قررت ما أذكر أسماء الأشخاص اللي يجيبون هاي الكانسترات كأسماء لأنه السوق كله ده يشتغل بهيج أنواع إلا شغلات مميزة أذكر أنه ميو ده يجيبها.
الفيديو الجاي راح اشوفكم الميديا اللي اخليها بداخل الكانستر. فهذا الاسبوع ان شاء الله اكو فيديو ثاني راح اشوفكم الميديا اللي منين اجيبها، ما اشتريها من محلات، اجيب ميديا خاصه واخليها بداخل الكانستر بكلفه كلش قليله. شكرا للمشاهده، فيديو بسيط وقليل، ان شاء الله استفاديتوا من عنده. مع السلامه.